أخبار اليوم. توفى في الأحداث وتبين هويته وجنسيته المصرية. مين هو يا فندم؟ هو اسمه صلاح عماد الجبالي. في متوفى آخر اسمه صالح عماد الجبالي من محافظة الغربية من قرية بنا أبوصير، وهذا كان موجودا بجوار يعني قهوة أو كان يتفرج على الماتش ويتناول الشاي أو القهوة مع بعض أصدقائه، ودخل المعتدي القاسم عليهم ضربهم بالنار، ضرب كل من موجود في القهوة بالنار. يعني البقاء لله، البقاء لله، البقاء والدوام لله. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. بقاله 8 سنين من 2007 هو في فرنسا.